البداية كانت فين وازاي؟ بداية حب للمسرح ولا بداية لا للفن عموما. كنا في أيام الإعدادية والثانوية، أنا كنت بحب القراية جدا، فكنت بروح يعني سور الأزبكية، بحوش 5 جنيه وأروح سور الأزبكية أشتري 25 كتاب ب5 جنيه وأرجع أقراهم، لغاية كنت بحب الأدب والشعر. وبعدين في آخر مرة رحت نقيت 24 كتاب وناقص كتاب واحد، فلقيت ايه كل الكتب عندي خلاص قريتها، فلقيت مسرحيه فقمت واخدها قلت اقراها يعني، فقريت ال 24 ثم قريت المسرحيه، عشقت المسرح، فبقى كل نزولي لسور الازبكيه مسرح. مسرح بس. فمن هنا بقى ايه دخلت كليه الحقوق، انت خريج حقوق عين شمس، خريج حقوق عين شمس، و كان التقدير اخباره ايه؟ مقبول مقبول. تقدير الشعب العام يعني. وخريج اداب مسرح، عين شمس برضه، لا جامعه حلوان، جامعه حلوان. ومن هنا بقى اشتغلت في فريق المسرح في الجامعه، في كليه الحقوق، ثم اتخرجت ودخلت بقى اداب مسرح واتشعبت تمثيل واخراج. لكن كان ليك بداية مع المخرج خالد جلال في مركز إبداع أيضا. بعد آداب مسرح دخلنا بقى إيه يعني افتتحنا مركز الإبداع في دار الأوبرا، ثم بعدها بسنة عمل الورش الفنية، كنت أنا الدفعة الأولى الدفعة لورشة الأولى مركز الإبداع. ده قبل قهوة سادة. قبل قهوة سادة. قبل قهوة سادة. يعني أنت الجيل المؤسس لمركز إبداع. أول حقيقة. دفعة. كان دفعتك مين؟ كان بيومي فؤاد، بيومي فؤاد. كان دفعتي، وكان ياسر الطبي دفعتي، وكان نضال الشافعي دفعتي، ومحمد شاهين دفعتي. ما كانوش دفعة قهوة سادة. لا كانت الدفعة بتاعتي. الدفعة بتاعتك. ايه اللي حمل الفن اللي شايفه كان فتحة خير وقدمك للناس؟ في السينما كانت فيلم لخمة راس، ثم بعديه على طول راجل وست ستات، كان بداية تعارف مع الأستاذ أشرف في لخمة راس، وقبليها كان مسرحية اسمها حلو كذاب. فجينا في راجل وست ستات اشتغلت بقى معاه، فهي انت دي عملت كانت كام جزء الأول قبل ما تسيب؟ احنا عملنا 5 أجزاء، وبعديها توقفت 3 أجزاء، وبعدين عملت جزئين، يعني عملت معاهم 7 أجزاء. 7 أجزاء. هو مسلسل ناجح جدا وبيشكل يعني نسب مشاهدة عالية. الحمد لله. الحمد بس لله. كان ليك مسلسلات في رمضان، 3 مواسم رمضانية ورا بعض كان ليك مسلسل، اللص والكتاب. 4 مواسم يعني. 4 مواسم. عبودة ماركة مسجلة. ده أول واحد. كان أول بطولة ليا في 2009، وبعدين اللص والكتاب، وبعدين الزناتي مجاهد، وبعدين حميها وحراميها بعدها بحوالي سنتين. دي في رمضان. وبعدين قعدت توقفت فترة اشتغلت فيها سينما، وعملت السنة اللي فاتت بقى أو اللي قبلها تقريبا سرايا حمدين، بس دي ما بين رمضانين يعني. طيب أنت ما عندكش حاجة في رمضان القادم؟ عندي مسلسل كرتون الكابتن عزوز ده، بس ده مش أول مرة، أنت عملته قبل كده؟ السنة اللي فاتت كان الجزء الأول، السنة دي لأنه الجزء لقى التاني، إعجاب كبير عند الأطفال. وده كان إنتاج يا أستاذ محمد. إنتاجك؟ يعني حتى القبطان عزوز مع التلفزيون المصري كنت أنا منتج منفذ ليه، وبعدين عملت الكابتن عزوز ده إنتاجي. طب ده خالص. مش تكلفة عليك وأنت لسه في البدايات؟ تكلفة تكلفة وبخسر، وبعدين مغامرة بمعنى أدق يعني. طبعا. هل عرفت تبيع وتسوق؟ لا يعني انا خسرت السنه اللي فاتت، لكن عندي امل بامر الله يعني في ربنا ان الدراما او القنوات يعني يلتفتوا شويه للكرتون او الاعمال اللي بتقدم للاطفال. ده متفق مهم معاك، خاصه يا استاذ سامح، ان مع كثره قنواتنا الفضائيه المصريه لا توجد قناه واحده للاطفال. والله بص يا استاذ محمد، احنا معتمدين على قنوات خليجيه. بص يا ريس، احنا انا يعني مش عايز اطمع قوي واقول انا عايز قناه للاطفال. ليه؟ ده مصر. لا تعالى ال 105 مليون نعمل في كل قناه في برامج للاطفال حقيقيه يعني. يعني ده اقل حلم يعني، مش هنطمع ونقول قناه، وان كان ده حلم مشروع ومضمون نجاحه على فكره. مضمون نجاح طبعا. اقبال من الاطفال هنا. هو الأطفال لما يجي مثلا بعمل فيلم
زي ما حضرتك تفضلت ان معظم جمهوري اسر والاطفال. طب الاطفال هم لما بيروحوا ما بيجيبوا اهاليهم معاهم. صحيح. طيب المسلسلات اللي احنا بنعملها انت ممكن تجبر على عمل تتفرج عليه علشان ابنك قاعد بيتفرج. صحيح. فهو عامل مهم. شاركت ولادي مشاهدة مسلسل لص والكتاب. يعني وفي رمضان وقاعد وعمالين يتفرجوا. وشاهدت اطفال تانيين عزوز الحمد لله. القبطان. فهو عامل مهم جدا، شريحة مهمة جدا، حتى شريحة استراتيجية مهمة ان احنا نربي جيل زي ما احنا بنحلم الجيل اللي يبقى عامل ازاي. معانا خامة قدامنا اللي هي الأطفال، طب ما تيجي نعمل لهم شغل، تيجي نرسخ في دماغهم تقاليد وقيم ومبادئ اللي احنا بنقعد نقول احنا مفتقدينها شوية، طب ما تيجي نزرع في الأطفال ده من البداية. ده حاجة مهمة جدا ده شو يعني.